فإذا كنا لا ننظر بعين الإحسان إلى ما يقع في الكون فإننا نغطس في الغواية والغفلة ونزداد غفلة، كله بأمر الله عز وجل. هل يقع في الدنيا وفي عوالم الله كلها شيء لم يرده الله عز وجل؟ لا، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. لكن التفكر فيما يخلقه الله عز وجل وما يظهره من آيات في الكون وفي أنفسنا هذا ذكر، نربي على ذلك أنفسنا. حينما أرى مبتلا أقول الحمد لله الذي عافانا ابتلى به غيرنا، هذا ذكر، أشكر الله عز وجل. وإذا مسكم الضر فإيه تجأرون، أصابتنا مصيبة وضرر ومرض نجأر إلى الله بلسان حالنا وبلسان مقالنا، يقول يا ربي اشفينا، يا ربي يا ربي الطف بنا. يكون المؤمن والمؤمنة يكون في ذكر دائم